السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في حلقة جديدة من قناة الإمام الإمري والحمام والعصافير. طبعا إن شاء الله أنا طالع أكل حمام الصبح، قلت أصور لكم كده حاجة جميلة ما شاء الله. جوز اليمامة اللي احنا كنا مصورينه في الفيديوهات السابقة ما شاء الله طلع النهاردة الصبح، قلت أصور وأوريه لكم وبرضك عشان أوريكم ما شاء الله الإنتاج بتاعه وسرعة الإنتاج بتاعه وفترة تحضين البيض القليلة. طبعا هو في اليومين دول برضك الجو مش معتدل، شوية حر وشوية ساعة، فهو ما عادش يعني قعد بالظبط 19 يوم، كنت أنا هسيب له قعد 19 يوم، النهاردة اليوم 19، فدي طالعة في حدود ممكن بالليل الفجر عشان الزهرول أصلا إيه ناشف. طبعا هنشوفه مع بعض دلوقتي، بصوا ما شاء الله اهو زي ما احنا شايفين اهو، ادي الزعلول وادي البيضاء التانية اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو، ادي زعلول اليمام القمر اللي طلع. طبعا هو لسه طالع امبارح، بس الكاميرا طبعا هي اللي بتكبر الحاجة اهو. طبعا هنقول لسه البيضة التانية، لا للأسف البيضة التانية لقيتها ايه رايقة برضك، قلت ما شلهاش لحد ما اوريها. ادي البيضة التانية اهي، البيضة التانية بايظة مش غامقة، وهنكسرها مع بعض برضك ونشوف اهي، خفيفة وبايظة وهي مغمقة من جوه، بس التغميقة تغميقة بوظان مش ليها تغميقة فيها زغلول او كده. طبعا ما شاء الله الزغلول طالع بصحة كويسة، طالع كويس، طالع مفيهوش اي حاجة اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو. طبعا بقول الحمد لله، طبعا بيضة طلعت وبيضة ما طلعتش، احسن ما الاتنين ما يطلعوش، احسن ما يبطوش خالص، في بطن تانية بتتعوض. طبعا ما بزعلش، بقول الحمد لله، ده طبعا رزق ومكتوب، اذا كان زغلول واحد او زغلولين او طلع مثلا بطن ما فيهاش خالص، فالحمد لله رب العالمين يعني. طبعا هو بيقعد فترة التحضين دي تحت النتاية او الذكر، بيقعد في حدود مثلا 15 يوم، وتبتدي هي مثلا تقوم عليه بتقف بره بعيد عنه، وشوية تيجي تقعد عليه تاني لحد ما يكبر. طبعا في البيات هي بتقعد بالليل بتبقى قاعدة جنبه على طول، طول الليل بتبقى قاعدة جنبه، النهار بقى ممكن تقف على جنبه، ممكن تيجي تقعد تغطيه شوية كده يعني. طبعا اليمام ما شاء الله سريع الانتاج، مبيقعدش فترة كبيرة مثلا اما يجي يشتغل. وادي طبعا الاكل لازم يكون متوفر قدامه طبعا عشان الزغلول، طبعا الاكل اللي احنا كلنا عارفينه وقلناه كتير قبل كده، الكلفة وكلفة الحمام اللي هي طبعا الفول والبسلة الناشفة والذرة العويجة والذرة الصفراء والعلف والأنف، يعني خلطة بروتينات حلوة. طبعا طبعا دي قشرة البيضة، طبعا اهي دي اللي الزغلول طلع منها اهي، دي طبعا لازم تتشال. ليه؟ او سبحان الله، هي فيهم اول ما الزغلول بيطلع بتاخد القشرة ترميه بعيد عنه، ممكن لا قدر الله الزغلول ممكن يحط فيها دماغه وهي متعرفش تخرجه، ممكن يموت. النمل ممكن يجي على مثلا قشرة البيضة ويخش مثلا في ودن الزغلول او يخش على الزغلول ممكن يموته. طبعا بيبقى لسه مثلا ريحته، مثلا ريحة البيضة ريحة الولادة عرقان، فالنمل والحشرات بتيجي ممكن تموته. فسبحان الله هما فيهم الميزة دي، أول ما الزغلول ليفقس أو تطلع من البيضة على طول أول حاجة بتعملها بتاخد قشرة البيضة دي اللي احنا شايفينها دي بترميها بعيد. طبعا هي بدنا قاعدة عليه مدفية، طبعا بدنا قاعد عليه مدفية لحد ما
بيكبر ويشد نفسه، يبتدي مثلا القرش يبتدي ينبت، بتقل الأعواد من عليه. طبعا لو في حد عنده أي سؤال في أي حاجة حضراتكم اكتبوا في تعليق وأنا إن شاء الله هرد عليكم. طبعا هوريكم الجزء التاني برضك. قبل ما اوريكم الجزء التاني برضك نبص على البيضة اللي باظت. اهي البيضة، اهي البيضة بايظة خالص دي كده. البيضة التانية طلعت رايقة ومكانش فيها كبس، فاحنا ايه نقول الحمد لله وربنا يعوض في البط التانية. نروح بقى للجزء التاني اللي احنا كنا مصورينه قبل كده اللي كان بيحضر في العيش. هذا الجزء التاني اللي احنا كنا برضك مصورينه، ما شاء الله لمت العيش اهو ولمت القش كله اللي انا حاططه لها وظبطت مكانها كده. ناقص مش هتكمل ان شاء الله 3 4 ايام وتلاقيها باظت. طبعا تتذكر قاعد مكانها اهو بينادي على النتايه، على النتايه هذا الذكر قام اهو. طبعا اليمام في تجهيزاته ما بياخدش وقت، هو تحط له القش بيظبط المكان اللي هو استريح فيه. طبعا ما عادش في اي مكان انت تنقله، لو نقلته في اي مكان تاني ولا هيرقد ولا هيبيض تاني، هيخاف. فالمكان اللي هو اختاره ولم فيه القش وقعد فيه وبط فيه اوعى تنقله من مكانه. يعني لو نقلته من مكانه في ضرر جامد، اللي هو ولا يخاف، اول حاجة يخاف، تاني حاجة لو بايض مش هيرقد، تاني حاجة لو بيجهز البيض مش هيبيض. خلاص انت رهبته من المكان او خوفته من المكان خلاص. طبعا كده ده خلاص خلص لم القش وجهز العش بتاعه، وان شاء الله برضك هنصورهم مع بعض اول ما تبيض البيضة الاولى. انا عايز كل واحد بصراحة يجرب تربية اليمام، ما شاء الله جميلة وسريعة. طبعا مش هنزق طول ما احنا بنتكلم عليهم ونصورهم. هاي جوز اليمام اهو. طبعا ما شاء الله لازم اهم حاجة في الفترة دي التغذية الكاملة، عشان برضك النتاية تكون بتكون مثلا عنقود البيض او بتجهز البيض في بطنها تكون متغذية بأكمل وجه زي ما بيقولوا. ادي الاكل اهو قدامهم على طول ما بيتقطعش. طبعا تلاقي الفرد ما شاء الله بصحته، وتلاقي مثلا ريشه ناعم ومظبوط، ما يكونش كاشش، ما يكونش العظم باين فيه او مشقوف. وزي ما احنا شايفين اهو، ان شاء الله في فيديوهات تانية اول ما بيض ان شاء الله هبتدي اصور فيه. وكده خلاص حنين للبيض خالص ان شاء الله بامر الله. انتظرونا في الفيديو اللي هيبيضوا فيه ان شاء الله بكره او بعده كتير، ان شاء الله تكون باضت وصورونا. ونرجع للجزء اللي مطلع. طبعا دول شبابات لسه، دول عندي لسه راكنهم اول ما يشدوا، دول شبابات بس خلاص يعني في حدود عليهم كام ريشة بوصات، ممكن مثلا قدامهم يعني سكة شهر ولا حاجة، شهر بالكتير. وان شاء الله هنبتدي ناخد كل جوز مع بعضه ونحطه في قفص برضه. انا الافضل في التربية الجماعية بتبقى ناجحة برضه، بس انا بفضل ايه كل جوز ايه في العين بتاعته، بحيث ان انا اخد ايه انتاج سريع. لكن لما يكون في جماعات في مثلا ذكر بيكسر نساء، ذكر تاني بيطير وجاي ضربه، معظم البيض بيبقى رايق، بيخشوا على بعض ويطيروا مع بعض ويضربوا مع بعض كده. فانا بفضل ايه الجوز لما يكون لوحده بيبقى احسن. ده طبعا ايه جوز الشبابات، جوزين الشبابات.
وادي الجوز اللي مطلع. انا قلت بصراحة اوريهولكم، ما كنا مصورين لما كان بيلم قش وكان باض، كان طلع اهو اهو ما شاء الله. ادي الزغلول اهو، وادي واكل اهو، معدته ما شاء الله مليانة اهو. ادي زغلول اليمام القمري هو ده. طبعا ربنا رزقني بواحد بس، بقول الحمد لله اهو. طبعا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة ليوصل كل جديد. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.